يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لي جدة كبيرة في السن وقد وصلت إلى حد التخريف، وهي كثيرة الحركة، وتقوم على رعايتها والدتي، وهي كبيرة ومصابة بالضغط، وقد أوصتني الوالدة أن أسأل فضيلتكم هل يجوز أن أعطيها علاجاً يقلل من حركتها وينومها؟ لا، ما يجوز، لكن بإمكانك تستخدم امرأة خديمة، تستخدمها من الخارج مسلمة وتخليها تخدم، تساعد والدتك عليها. نعم.